جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل عن صحة بعض الأحاديث، منها لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم مسيرة يوم وليلة. نعم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم مسيرة يوم وليلة. نعم ورد بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد يوم وليلة، ورد يومان، ورد 3 أيام. والحاصل أنها لا يجوز لها ما يسمى سفرا إلا مع ذي محرم. هذا ما تدل عليه الأحاديث بمجموعها، أن ما يسمى سفرا ويعتبر في عرف الناس أنه سفر فإنه يحرم عليها إلا مع ذي محرم. أيضا تسأل لا تسافر امرأة مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم. كذلك هذه روايات، روايات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد 3 أيام، ورد يومان، وورد يوم وليلة، وورد مطلقا لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. تسأل أيضا شيخ صالح، هل المقصود بمسيرة اليوم والليلة ألا يجن عليها الليل؟ نرجو التوضيح مع ذكر رأيكم في الأحاديث. المراد المسافة، المسافة التي يقطعها الإنسان على الراحلة أو على القدمين في يوم وليلة، في يوم وليلة، هذا هو المقصود. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا مجموع هذه الأحاديث وبعضها يعضد بعض، يرى فضيلة الشيخ صالح أنها كلها صحيحة؟ كلها في الصحة، كلها في الصحة. نعم. إذا نقول لأختنا مقولتكم جزاكم الله خيرا بأن الأحاديث كلها صحيحة. هذه شك، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وبمجموعها تدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. الله المستعان. مهما كانت وسيلة السفر، مهما كانت وسيلة، سواء كانت على الراحلة أو على السيارة أو على الطائرة أو على الباخرة، مهما كانت وسيلة السفر لعموم الأحاديث، ومهما كانت سريعة أو بطيئة. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.